السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما في السماوات والأرض عليهم ولا الضالين
علينا وعلى النبي الأولين والآخرين وسلم ربي الله تبارك وتعالى عن رسالتنا سيدنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه والكافر مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى القيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نسي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تمس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه لله إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه منه يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة من بلادنا وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونؤديها إلى حضرة سيدنا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل فتاة له من النار وفنجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدين ومشارقهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مقارب أهلها. اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاملين ووالديهم عم الجميع برحمة والجوال وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفرهم من القبر والنوم جنتك جنات الخلود إلى أرض ممدود وماء مسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم كلمه الكلام يا الله أنقل كلام سنسار من كلام الله تنتمي يا الله أنقل كلام سمعك يا الله أنقل كلام سمعك يا الله يا الله لقد تنقل كبر بك يا الله
sinarnya kubur mereka ya Allah. Tempatkan mereka di kalangan orang yang saleh dan salehah ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Ridhoilah mereka ya Allah. Berikanlah pengampunan di bawah sisimu ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga akan menuju ke sana nanti ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Permudahkanlah kematian kami ya Allah. Di dalam kalimahmu ya Allah, di dalam menyebut kalamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah. Keselamatan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami daripada musibahmu ya Allah. Jauhkan kami daripada balamu ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Untukkanlah iman kami ya Allah. Jangan mencangkan iman di dalam dada kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon padamu ya Allah. Rahmatmu ya Allah, berkahmu ya Allah, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ketika mana kematian kami ya Allah, ringankanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, dikubur nanti ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya masyarakat ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.